بفضل صاحب الجلالة نصره. فيما يخص القيمة ديال الغطاء، هناك اسم المنتوج، هناك قيمة. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأن لا مكان لمن يشك في مغربية الصحراء من صناع التفاهات، وأن شعارنا الخالد الله الوطن الملك. نقول للمسير الخضراء، أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري واعتزازي الكبيرين أن أتقدم أمامكم أصالت عن نفسي ونيابة عن أعضاء ومنخرط جمعية فتح المدبرة لمطوع المسيرة الخضراء القنيطرة. وعن المسيرة الخضراء المدبرة، هذه الملحمة التاريخية الكبرى التي كتب المغاربة أمجادها بميدال من الفخر والاعتزاز، والتي تخلد اليوم الذكر 47 لانطلاقتها. فما كلف الثمن معربين عن تجنبهم دائما مع أبنائهم وأحفادهم وراء قائد البلاد للدفاع عن وحدة الوطن والدولي عن وحدة الترابية من بغاز إلى الصحراء، وبالنفس والنفس تحت القيادة النيرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، دام الله النصر والتمكين، وآل سر الملك الباني الحسن الثاني، وضامن وحدة الأمة وسيادة هذا الوطن. سمعت كلام وعليا طاح الدين بنت الشيخ خويا عظيم، تجي الكاف على بلادي بجد الله يا سيدي، يا صحرا زينت البلدان، ارضك رمله وشجرك ريحان، ندخل لك يا صحرا بالايمان ونفرح ونزيدوا من الملك الحسن. بغيت بلادي تكون حره، بغيت بلادي تكون حره ونقولها ألف مره، الله الله عليك يا صحرا، انا شاب فعمري 10، انت قلت رميتني في حضره، راك رميتني في جنه خضراء، الله الله عليك يا صحراء، انت يا عدو اللي ما تعرف هضرة، اللي فرقت الراجل على المرأة، خاصك دير مدرسة وتتقرا، الله الله عليك يا صحراء، بكات في عيني عين من خضرة خضرة، على بلادي زدت النظرة، نقولها بنسى الصيح، الله والوطن والملك والسلام عليكم والصحراء والجنة. في تخليد الذكرى 47 للمسيرة الخضراء في مرحلة حاسمة في مسار ترسيخ غربية الصحراء. وإذا كانت هذه الملحمة الخالدة قد مكنت من تحرير الأرض، فإن المسيرات المتواصلة التي نقودها
تهدف إلى تقليل المواطن المغربي خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا. ومن هنا فإن توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء يرتكز على منظور متكامل يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة. إنه مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة. وبالنظر لوجه القاري لأنبوب الغاز نجاح المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروع مهيكل يربط بين إفريقيا وأوروبا. كما نشيد بدعم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية في إنجازه. ونود أن نؤكد هنا حرص المغرب على مواصلة العمل بشكل وثيق مع شقائه في نيجيريا ومع جميع الشركاء بكل شفافية ومسؤولية من أجل تنزيله في أقرب الآجال. نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة من أجل إنشاء هذا المشروع الإفريقي الكبير.